أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. رسالة عامل إقليم جديدة السيد القروج هو الأمن بالجديدة يتعاملوا معنا بصرامة لأننا كنعيشوا الرعب في هذا زرقة فرنسا. في ناس اللي خصهم مبحوث عنهم وتيدوروا كيقوموا بترهيب المواطنين. ومن هذا المنبر كنتوجه للسيد العامل القروج وحنا كنستبشروا فيه خير ولي الامن بالجديده باش يشوف لينا من الحال ديالنا لاننا ولينا كنعيشوا الرعب من بعد المتسكعين وعندنا شكايات. الناس عندهم شكايات في الدائره ديالنا وبعد المتسكعين وهذا تيقوموا بارهاب كاع جميع المحلات التجاريه بزنقة فرنسا بانك تشوف الاناره كي دايره عندنا هنا الاناره والطريق غير معبد وحنا فاش نعيشوا في الظلم وكنعيشوا في الرعب. حتى بالنسبه لليوم انا تعدى عليا واحد السيد عند الدائره وتنستغرب بان بحال مثلا ما عندناش الامن في هذه المنطقه هذه بحال كنعيشوا واحد العيشه ديال الرعب. وحتى انني كنتهان والدراري الخدامه اللي عندي سبعه العمال اللي كيعيلوا الاسره ديالهم ها هما هنايا في المحل ديالي سبب ما خلوناش حتى هذا المحل. انا تنستدعي بانني غادي نخليهم شي فحال هذا. سيدي تكرفص عليهم اليوم واحد تكرفص على واحد العامل ديالي الخسائر راه كاع الكراسه الطوابل كلهم وصلوا للشارع علينا وصلوا نصف الشانطي. وهذا الشيء دابا حنا اللي كنعيشوه كنعيشوا الرعب في هذا المحل بالنسبه لزنقه فرنسا. وهنا كاين هاد السيد تيسكنوا هنا وكاين ماشي هو كاينين الناس بزاف اللي تيعيشون هاد الرعب ديما تنتعاملوا معاهم وحنا تنقولوا الله يهديهم باش بالنسبه لينا حنايا كنبغيو ندفعوا شرهم ولكن الشر ديالهم غلب علينا وكنحنا ما بقيناش كنعيشوا عيشه كنحسوا براسنا اننا مواطنين تنعيشوا في المغرب. راه خاصنا نشوفوا شي دوله اخرى نمشي نعيشوا فيها لان هاد الدوله هذه راه اجرام. حنا ما وحتى انتم تشوفوا الاناره واش حنايا دابا هذا كتسمى هذا ريدو فرانس هذا راه كتسمى هي شي قريه. ها انتم كتشوفوا كيفاش الظلاموا وحتى حنا الناس هنا اللي تيجيو تيتقداو عندنا حنا بعدا راه كنساهموا في الاقتصاد ديال كنعيلوا دوك الناس اللي تيمشي يخدموا حنا اللي كنوجدوا لهم القوت ديالهم باش يجي مسكين ياكل ويمشي يتسارح منهم القباص منهم السباغ منهم اللي كيمشي كيخدم مسكين تيخرج حتى 8 العشيه خصو يجي ياخذ واحد الخبيزه واحد قلعه المناضه وغيمشي يرتاح مع راساتو باش غدا ينوض يخدم على وليداتو. احنا خاصنا ناس اللي يحميونا راه خاصنا دوريه اللي تشوف من حالنا حنا راه الزنقه ديال فرنسا كنعيشوا فيها الرعب. راه ماشي اول مره وثاني مره وثالث مره راه كتسمى منطقه سوداء راه خاصنا نتحماو فيها. راه حنا كاينين هنا شحال من محل تجاري راه حنا وكاينين الناس دابا الا سديت انا هذا المحل وسدموا المحلابه وسدموا الدكان شكون فين غيمشيو هاد الناس يتقداو. وخاص مانا تمشي تهضر معاكم من باب الغيره على هاد المدينه بكل وتنطلبوا من سعاده العامل السيد القروش وتنطلبوا من والي الامن باش يشوف من حالنا ومشوا زنقه فرنسا وبغينا. ومن هذا المنبر كنقول للسيد القروش العامل ديال اقليم جديده باش يجي يدير واحد الجوله في هاد زنقه فرنسا لانها من الشوارع ديال الاولى اللي كانت في المدينه تسمات على بالاسم.